السلام عليكم. احنا برنامجنا اسمه يا الحذر يا الهزر، تمام؟ هنقول لكم على فزوره، تمام؟ لو عرفتوا تحلوها ليكوا جايزه رمزيه، ما عرفتوش تحلوها هتبقى مطلوب منكم ان انتوا تقولوا لنا نكته تضحك. تمام. الفزوره بتقول ايه؟ ايه الفرق ما بين الليمون والزيتون؟ مش اسهل من كده. الليمون والزيتون البيت. ايوه الزيتون فيه بذر. هي بصي نعيد السؤال مره ثانيه. ايه الفرق الغير متوقع او اللي ما يعرفوش كل الناس على الليمون والزيتون؟ مش عارفه. الليمون ممكن يتعمل ليموناتا، الزيتون ما يتعملش زيتونات. ايوه انتوا كده خسرتوا. تمام. احنا بقى بدون ما كل انتوا تقولوا لنا نكته بتضحك. ماشي. ايه بقى؟ مش عارف. احنا نكته لوحدنا. ايوه والله احنا لوحدنا نكته. فكروا شغلوا دماغكم كده زي ما احنا ايه شغلنا دماغنا. قالوا النكته بتضحك. ايه انت قولي يا روجا. عندي كلوجه؟ اه. قولي نكته، قولي اللي انت عارفاه. مش عارف ولا انا. رغم ان انتوا خسرتوا معانا بس برضو ايه ندي لوجي حاجه بسيطه. شكرا لك.